السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل. اتفضل. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخنا. سل السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة المال لأبو الزوجة إذا كان مريض مرض مزمن وبيشتري علاج على طول وما بيقدرش، يعني المصاريف بتاعته اللي هو فقير ولا غير فقير؟ يعني نقول مسكين. مسكين لا بأس، إنما صدقاته لفقراء المساكين. كونه أبو الزوجة لا يمنع من إعطاء الزكاة له، لأنك لست بملزم بالإنفاق عليه. تمام.